بس راح نمشي عن اول سيمبتوم بي اي جي اللي هو النوزيا اند فومتينج. مو تمام؟ يعني ماكو واحد من عندنا ما صار عنده هذا الموقف. اغلبنا يعني اللي في يوم من الايام صارت عنده نوزيا وفومتينج. فهسه احنا راح نعتب راح نعرف شنو الباثوفيزيولوجي مال النوزيا، شنو الباثوفيزيولوجي مال الفومتينج، شلون يصير عندنا فومتينج، اوكي؟ ليش يصير عندنا فومتينج؟ شنو الكوز مال الفومتينج؟ هاي كلها اليوم راح نحكيها، بس انه للاسف ذاك الشيء ما هو. الفقرة الأول هو تعريف الفومتينج. دائما احنا أول ما نجي نعرف الفومتينج، شنو الفومتينج؟ شنو الفومتينج؟ شنو التايبس أوف فومتينج؟ أحد عنده فكرة عن الموضوع؟ فومتينج؟ أي شغلة؟ عرفتي عرفتي شو راح يصير عندنا؟ شو عندنا شنو؟ فورس أوف إنجكشن أوف جاستريك كونتينت. شو يقول لك؟ يقول لك يطلع من العلاج ذبل الجاستريك كونتينت، ماشي؟ طبعا احنا هسه بلشنا يعني شلون نقول حياه العمليه، يعني نسوي مدخل الى الايش الكلينيكال، ماشي؟ الكلينيكال براكتس. اخذتوا شنو يعني بالصف الاول الصف الثاني اخذتوا فرق شيء شنو بيسك. هسه بلشنا الكلينيكال. الكلينيكال يعني بصف رابع الديتيلز راح تاخذوه، راح تاخذوه شحمه ولحم ولود الهيستوري والاكزامينيشن. بس هنا احنا قلنا راح ناخذ السمبتوم. شنو سمبتوم؟ شنو ساين؟ من اقول هذا سيمتوماتولوجي، اقول هذا ساين. شنو سيمتوم؟ شنو ساين؟ اي دكتور اسمه مصطفى. شنو سيمتوم؟ شنو ساين؟ احسن. اها، الاعراض والاشارات يعني شنو؟ يعني السيمتوم اللي نشوف اللي يجي منها شكوى المريض، ماشي؟ اذا ديفينيشن الكومبلينت ذا بيشنت سيد، ماشي؟ يقول لك الشكوى اللي يقول لك اياها المريض، اوكي؟ هنا مثلاً الإشارة اللي ينتجها الدكتور من المريض. اللي راح تقرأ عندك كطبيب. أكو فرق بيناتهم؟ إيه. الدكتور مرات المريض ما يشوف كل الحالة. لا، القصد إنه شلون مثلاً شلون تحصل على السيمبتوم، شلون تحصل على الثاني. بين بالهيستوري نحن راح نأخذ شنو؟ سيمبتوم فقط، إنه شنو؟ توضح لنا السيمبتوم. بينما بالإكزامينيشن راح نشوف الساين بعينه، ماشي؟ مثلاً على سبيل المثال، بس مثلاً نقول إحنا ما دام بيجي عادي، نقول عنده جونديس. جونديس هذا إزأ شنو؟ إزأ ساين، مو تمام؟ فلازم تشوفه بعينه. بينما شكوى المريض شلون تكون؟ تكون شنو؟ تكون يلا وش؟ ديسكلاريشن أو سكليرا. يكون يقول لك إنه صارت عيوني صفر، انتبهت على عيوني صارت عيوني صفر، ماشي؟ وهكذا. فسيمتوم شيء وساين شيء آخر. فالفومتينج is a forcible ejection of gastric content due to the synchronous contraction of the diaphragm, intercostal muscle and abdominal muscle. فبالتالي راح نسوي اللي هي عبارة عن شنو؟ contraction، يعني طبعا involuntary contraction. يصير عندنا الايش؟ الدايفرام والانتركوستال مسل والابدومينال مسل. حتى في يصير increase in intra-abdominal pressure، وبالتالي راح يصير forcible ejection of gastric content. طبعاً it is a highly integrated and complex reflex involving both autonomic and somatic neural pathway. يعني هو هذا راح تقوله بال CNS أو somatic أو أو autonomic. نوزيا، بينما النوزيا هي شنو؟ النوزيا هي مو vomiting، وإنما عبارة عن إحساس في الوجه vomiting. فإذا feeling of need to vomit. Feeling of a need to vomit. ريجيرجيتيشن اكو مصطلح اخر عندنا بتقول عفوا ريجيرجيتيشن. ريجيرجيتيشن شنو؟ نقول عندك ارتجاع مريضي، مسامعين هاي ارتجاع. الارتجاع شنو هذا الارتجاع؟ يصير شنو؟ يرجع الجاستريك كونتنت للماوث without ايش؟ without passing قبل شوي قلناها الكونتراكشن اللي يصير، يعني ما يصير عنده. بينما شنو يصير نتيجه عاده السفنكتر كنترول، شو يسميه؟ لوسن اوف سفنكتر كنترول. فيصير ما يصير عندنا بين الايزوفيجر والاستومك أبو جنشن. المفروض هذا يصير، هذا عبارة عن فال مثل الفال، فما يخلي المفروض القصر الكونتين ترجع. فشي يصير بي؟ هذا يصير بي رخاوة، فترجع تموها ريجرجيتيشن. The effort is passage of gastric content into the mouth. أبو شي اسمه projectile vomiting. Projectile vomiting شو البروجكتايل؟ بروجكتايل يعني شنو؟ يعني فورسفل. فورسفل ماشي. بروجكتايل نقول بروجكتايل فورسفل.
بروجكتال فومتين. حتى نقول ان هذا البيشنت عنده بروجكتال فومتين لازم نحقق لنا شرطين. الشرط الاول يكون لا يكون نوت بريسيدد باي نوزيا. ممكن يكون سدد ممكن جرادو بس انه نوت بريسيدد باي نوزيا. والشغله الثانيه شنو؟ لا يصير هذا يعني شنو يصير عندنا؟ فورسفل. فانت حتى تقول انه هذا البيشنت عنده بروجكتال فومتين لازم انه تاخذ من عنده شغلتين، تقول انه نوت بريسيدد باي نوزيا اند فورسفل. ماشي؟ يعني يقول لك يعني اتقيل المسافات بعيده. بالنسبه للبروجكتال فومتنج ليش ناكد على هذا الموضوع؟ البروجكتال فومتنج لان في اسباب معينه، يعني ما نقول ان البيشنت ماكو نوزيا وعنده فورس اوف اجكشن اوف كاستر كونتنت، هذا معناته شنو؟ حطينا مثلتين، يا اما فايلر ستينوسيس مع الاكل اللي قاعد ينحصر بالاستومك وما ينزل على الانتستين، او الاذر كوزز مال انكريز انترا كرينيال بريشر. فلذلك هو مهم لازم تعرفوا البروجكتال فومتين. فصار عندنا هسه عرفنا النوزيا، عرفنا الفومتين، وعرفنا البروجكتال فومتين، وعرفنا ايش الريجرجيتي. البروجكتال فومتين هي نفس الفومتين عادي، بس انه في شغلتين نوت بريسيدد باي نوزيا. يعني كل هذا قبل ما تتخيل ايش يصير عندك؟ يصير عندك عوان نفس متى ما يقول لك تلعب نفسك. هذا ما لازم ما عندك هذا الشرط، لانه انت سليم المريض يقول عندك صار عندك العبان نفسي، يقول لك لا ما صار عندي العبان نفسي. قبل زوعت والدكتور دام يستخدم هذا المصطلح الدكتور مثل البوري مو تمام، فيعني معناته شنو؟ معناته فورس. فهاي شغلتين اللي الكوز مالتها بين البايلر ستينوسيس او الميكانيزم اوف فومتنج. فومتنج از كوردينيتد باي ذا برين ستيم اند اتس افكت باي نيورو مسكلر ريسبونس ان ذا دوغ فارينكس اند طرف ابينا هو في تعرفون انه هو السنتر وين؟ بالبرين ستيم. ماشي؟ بالبرين. كل شيء المركزيه وين يصير؟ يصير بالبرين. بالبرين هو اللي يوجه. ماشي؟ تجي اشاره ستيمولاي. هاي الستيمولاي بالاخير راح تدخل الى انه هو فهاي الستيمولاي قد تكون شنو؟ تكون منظر، يعني يقول لك انا شفت فرشي خلاني راسا لعبت نفسي وتقيل. او قد يكون شنو؟ رائحه. ماشي؟ او قد يكون فعل. ماشي؟ فهو شغلات اللي ممكن نسويها الاكتيفيشن اوف ستيمولاي. ستيمولاي ممكن يكون نيوروسايت تعمل اكو يعني صوره موجوده على الكمبيوتر اكيد المحاضره وصلت هي المحاضره معاه يعني معلش كنت طلاب عيد اكو بالمحاضره فاز دايجرام يؤشر لك شلون السمعة عم يتكون. فالاكتيفيشن ممكن يكون راح تروح لوين؟ للسيربرال كورتكس مثل على سبيل المثال لو تنتج للسيربرال كورتكس تكون باي انرجي سنسور او سميوم مثل ما قلنا قبل شويه أو موجودة بالمدلة أو بلانجاتا اسمونتو ذا بلاد بوم المتنين السيميلاي عن تستيام تيمو ريسبتر تريجر جون. هاي كلش مهمة. تيمو ريسبتر تريجر جون موجودة في المدلة أو بلانجاتا، هاي هي اللي تستلم الاستيميولاي وتفسرها وتخدي يعني تبدأ العملية الأكشن اللي يصير عندنا كونتراكشن أوف ذا دايفرام عن كونتراكشن أوف ذا دم المصل وكونتراكشن أوف ذا فورس المصل، وبالتالي راح يصير عندنا الفومتين. هاي مثل ايش الاستيميولاي اللي ممكن دراج مو دائما ماخذ مثل اخذ علاج معين وصار عنده فوميتنج مثل عندنا السايتوتوكسين الانتي بايوتكس هاي كلها ممكن تسوي لنا هاي الاستيميلات. الانفكشن هي مهمه ايضا الانفكشن مو سامعين الباسترون تستاهل انفكشن فهم يصير عندنا
عن طريق بروتين زون. لابراتين ابريتس، اللابراتين هو موجود وين؟ موجود بالاير، موجود بالانر اير. هاي هم تتخسس للسرعه ديشكم، تعيد عندنا بركالكول، وبنفس الوقت يصير عندنا نوزيا انغامتين. الجاستر كيراتين، ماشي الجاستر كيراتين اللي انت تاخذ مثلا مواد مثلا كولدرايز او ابنه معينه او فود بويزنينج، فهاي كلها ستيمولاي، تعتبر ستيمولاي للفوم. Major causes of vomiting. عندنا a lot of causes of vomiting. موجودة يعني كذا يشوف كملنا. Alcoholism, drug inhalation, steroid, opiate, digoxin, antibiotic, cytotoxin. طبعاً هاي مطلوبة منكم. هاي مطلوبة يعني ممكن يجيك يعني سؤال اللي يقول لك all of the following drugs can cause vomiting except ماشي ما هو مطلوب. Infection مثل شكل hepatitis, gastroenteritis, urinary tract infection, all of them. Other cause of infection. Metabolic, diabetic ketoacidosis, Addison disease, cyclical vomiting syndrome, cyclical vomiting syndrome. And psychological. Psychological cause مهم for self-hour locality. عادة يجيك البيشن female يقول لك أنا الصبح أول مرة لعبان نفسي ولا أتخيل. ماشي فهذا يكون عادة cause منها psychological. CNS disorder مثل vestibular neuritis هاي أيضا خاصة بالعصب مال السمع والتوازن، ميجرين، ريز انتركرينيال بريشر، ومنجاتس، جاستروجينوم، سبكتيك ألسر، جاستريك ألسر، جاستروباريسيس. الجاستروباريسيس هي يصير عند جماعة اللي ايش يصير عندهم بتاع دايبيتيك نيوروباثي، اللي يصير عندهم مشكلة بالنيرف، أوتونوميك نيرف سيستم. يورينيا شنو يورينيا؟ أنكريت؟ أنكريت. هذا نصير جماعة الرينو غيرنا. الأكيوت أبدومين مثل عندنا الأبندساتيس، كولسيستاتيس، بنكرياتاتيس، استعمال الترشيح هل كلها كم كوز إيه فومتين فموجودة كوزيز أو فومتين. في الإكزاميشن شو راح أشوف؟ يعني إحنا كسيمتوم بالتالي راح أسوي شنو؟ راح أسوي إكزاميشن. شو راح أشوف بالإكزاميشن؟ راح أشوف ساين أوف ديهايدريشن يسموه، قول عليها ساين أوف ديهايدريشن. شو اللي قبل ساين أوف ديهايدريشن؟ راح أشوف مثلا سنكن آي الآي فايتا دي جو، أو ممكن شفتوا dryness of the mouth، ماشي dryness of the mouth، ماشي. هذا أنت مثلا إذا عندك يورين باك راح تشوف إنه عنده شنو؟ decrease urine output، ماشي. وهكذا هاي اللي راح تشوفها إنه فقط إذا البيشن ما واصل مرحلة dehydration راح يصير عندك sign of dehydration. Neurological signs include papilledema, nystagmus, photophobia, and stiffness. هاي يعني فكرتها لل يعني تعرفون إن هذول في جماعة CNS. وأيضاً عند السكين كيرجر هم موجودة صورة تكون السكين كيرجر راعي تسبب الأطفال إن شنو هسع مثلاً بالطفل شو يسوي؟ متأخذ البانج أوف السكين وتهد الرأس شنو ويرليز راح يرجع بسرعة مو تمام؟ بالديهايدريشن إيش راح يصير عندنا؟ يرجعش دوري أو نبات ما يرجع، وهذا إنديكيت أوف ديهايدريشن. Complication of vomiting كم إن شاء الله صيام عندنا هو ما راح يصير vomiting راح يصير gastric content شكل fluid مو تمام فراح يصير عندنا مثل ما قلنا dehydration وراح يصير عندنا electrolytes thermals أوكي اللي هو common electrolytes يطلع من vomiting هو شنو potassium ماشي potassium فذاك يعني يحتاج تعوض potassium. Number two nutritional deficiency أكيد واحد بدون يقول آخر يعني شهر أو شهرين أتخيل فيصير عندنا كتير جدا. Aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia شو كان يصير هاي عادة؟ يصير في البيشن with the stair level of conscious. Conscious ماله مو تمام بس يصير عندنا aspiration pneumonia. تخيل الفانكس يصير بالماوث فيصير له aspiration ويروح وين؟ على اللنج. كم يطلع لي برا يطلع لي اللنج. ملل ويس كثير هذا ملل ويس هذا اللي يصير عندنا هذول جماعة البرين كار شو يصير؟ يصير عنده تغير فورسفول ديجكشن اوف جاستريك كونتنت وبالتالي راح يصير عندنا تشققات وين في الايزوفيجاس راح يصير عندنا شنو الاخير هيماتيميسيس. شنو هيماتيميسيس؟ تغير دم بلاد عند فوميتوس. ايزوفيجيا رابتشر يعني ايضا ممكن انه اذا كان عندنا ديسفانكشنال ايزوفيجيال كونتراكشن فشو يصير عندنا في الحاله؟ يصير عندنا ايزوفيجيال رابتشر. Aspiration.
شلون نقول كميه مثلا كانت الفومتر كلش هوايه، فشي يصير عندنا يمكن ياخذ نفس اثناء الفومتنج، من اخذ نفس فات الجاستريك كونتنت مثل ما طلعت برا فاتت جوا للان، فصار عندنا اسبريشن نموني. طبعا الاسئله ما مسموح خلال المحاضره بس لان الوقت راح يخلص، يعني ممكن اجاوب على الاسئله. التريتمنت اوف نوزيال فومتنج، انت كطبيب اللي يجيك المريض بلا زحمه بلا زحمه من يجيك شو اسمه المريض وقلت له انت عندك فلان ديزيز والتالي وش يبي من عندك؟ سولف يور بروبلم، هذه بروبلم مو تمام؟ يريد من عندك انت تعطيه تريتمنت، فانت اهم شيء عندنا في الموضوع هو التريتمنت هاو تو تريت. بالنسبه ان الصف الثالث ما نعطيكم تريتمنت كلينيكال، ولكن يعني انت لازم يصير عندك بعض المعلومات عن التريتمنت، شنو الدراج اللي ممكن يستخدمها تريتمنت اوف نوزيا اند فومتنج. احد يعرف الدراج يستخدم؟ نعم انتي كولينرجيك مثل سكوبرامين، يعني اريد احد من حياتكم اليوميه، انتم اكيد من يصير عندك لعبان نفس شنطوكم ما تقرون العلاج ما تشوفون العلاج في شنطي؟ الابراكس ما العلاج، الابراكس لم يشتغل بس انا وين يشتغل سوى على سايكولوجيكال ماشي؟ نفس الدايزيكوم هو من نفس الاليفون. احسنت، ميتوكلوبرامايد كله استخداماته كلش هواي ميتوكلوبرامايد ماشي؟ بعد اليفون ستيفوميت اللي هو شنو اسمه العلمي؟ ستيفوميت هذا اسم التجاري مظهر ايه اندوستيرون. احسنتي ماشي؟ وهكذا بعد اكو لا دكتور ادرينرجيك بس ما مستدربين ادرينرجيك مو موجوده كلهم موجودات كلهم معدتهم اياها بالمحاضره. فالتريتمنت اول شيء تريتمنت ذا كوميونيكيشن كابلت اوف كود، فايش راح نسوي ريبليش الالكترولات والسرعه اللي صار عندنا ريبليش ايش راح نسوي؟ راح نبدل راح نعطي ريبليش ايف فلويد مو تمام؟ والايف فلويد عندنا اغلبها تحتوي على ايش؟ الصوديوم الالكترولات بصوره عامه. تعرفون الاكيد اخذته بصف الثاني او الاول، صف الاول اخذته تايبس اوف فلويد مو تمام؟ عندك النورمال سلاين مو تمام؟ وعندك الايش؟ جلوكوز سلاين وعندك الرينجر لابتيت. ايدنتيفاي اند تريت ذا اندرلاين كوز وين ايفر بوسيبل، ريليف اوف سيمبتومز اند فومتنج ثرو ذا بريفنتيف ميجر وين فومتنج لايكلي تو اوكر. اكو بعض الاحيان نعرف ان هذا التراك ما راح نطير راح يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا نوزيا وبومتين، فلذلك يسموها بري ميديكيشن، بري ميديكيشن، اعطيه للمريض قبل ما يصير عنده قبل ما اعطيه الدراج المين دراج اللي اريد انا استخدمه. يسموها بري ميديكيشن، عادة ما نستخدمها من مثلا كيمو ثيرابي او مثلا انتي بادي قوي فننطي قبلها مثل عكس الانسان دي بومين او دي تشامبيون. دراكفورد او بعض الاحيان الاوبيت اللي نستخدمها مثلا المورفين البيفيدين هاي البين كيلر نسميها، هاي اهم شيء تسوي؟ تسوي نوزيا كبير نوزيا ترامال، فلازم شنو؟ لازم نعطيها وياها انتي ميتين، انتي ميتين مثل ايش؟ مثل ما قلنا دي بومين او البلازما. الانتي ميتين ايجنت مثل عندنا الانتي هيستامين، الانتي هيستامين الايش؟ الانتي هيستامين عندنا الالمين وربعه ماشي؟ هذا يستخدم في فور موشن سيكنس وانر اير ديزيز، هاي اللي هذول اللي يصير عندهم دوار السفر يستخدم لهم الانتي هيستامين. انتي كولينرجيك مثل ما قلت لكم سكوبالامين اللي هو البسكوبان سامعني في المطبخ اللي سامعه، هم ممكن يستخدم البسكوبان او السبيكين ايضا سبيكين موبلوبرامايد فور موشن سيكنس والانر اير ديزيز. الانتي دوبامينرجيك هو هنا الدوبامين اللي هو الاستيميتي فور ميديكيشن او توكسين او ميتابوليك انديوسينس، هذا اللي يصير عندهم ايضا فيرتاجو، يصير عندهم فيرتاجو هم نسميهم الاستيميتي. 5 اتش 2 3 انتاجونيست هو الاندستيرون وربعه نقرا في الدوره قبل شويه نستخدم في كيموثيرابي اندرايجيشن انديوسينس وبوست اوبرتيف ترايسايكليك انتي ديبرسنت قلنا قبل شويه ممكن يكون لها سايكولوجيكال شيء مثلاً نستخدمه رايح تكنيك أنت اللي بس في الأمريكا الثانية هو الإسلام الثاني، طبعاً يعني درجاتها أيضاً مطلوبة، يعني مثلاً نجيب زي كذا كذا أسئلة أو كذا شو التريتمنت أو ما جامبوكي كل هاي الأمور.
البروكاينيتك ايمن؟ البروكاينيتك شو تسوي؟ البروكاينيتك زيد ان البرجر وين؟ زيد ان البرجر بالبيش بين الاشفاجس والبن، مو قلنا اكو بال، فزيد البرجر من هنا وتفتح من جوا، فهي شو تسوي؟ يعني تصير امبتنج اوف جاستريك كونتنت، فما تخلي الجاستريك كونتنت تطلع لفوق تنزل لجوا. مثل على سبيل المثال مثل الفلوبرامايد والدوبامين اللي هو الموتية. الموتيلين اغونست اكو بعض الانتي بايوتكس يعني شو يسوي؟ انهانس موتيليتي، انهانس انتستانال موتيليتي، فراح تسوي لنا بالحاله شنو؟ هيري اب فور ايش؟ جاستريك كونتنت امبتنج. اكو سبيشال سكين هم موجود عندكم، بنزودايزين لوراسيبام، هذا تقسمه للبيشن والايضا سايكولوجيكال. البلاد كورتيكول مثل الميثاكورتيزون او الدكسامتازون هذا مستخدمهم فور كيموثيرابي ان جود بوينتنج. ابلغ دكتور حسن بمكان القاع. ماذا؟ ابلغ دكتور حسن بمكان القاع. دكتور حسن ابو الفاطمه. الرياضات هي هذا بس بعد مكان غير بعد مكان. الرياضات احسن تدرسها؟ وين الورقه الثانيه؟ على الورقه فهذا يعني شو نقول المين topics of our lecture. فما عدنا يعني قدنا الفيديو نحن من الفيديو أخو سؤال عن النوزيا بومتين.